بالأمس أو قبله نودع عام ونستقبل عام، ماذا فعلنا في العام الماضي؟ لو اختبر كل واحد منا نفسه لوجده كما هو، ما تغير من حاله شيء. من حج رجع من حجه وعاد إلى عوائده، الهازل هازل والجاد جاد، ما تغير من حاله شيء. خزينة أو خزائن طويت وفتحت أخرى، ما استعد واحد منا بما ينبغي أن يستعد به في مقتبل عمره، حاسب نفسه وعاهدها على أن لا يعود إلى ما كان عليه من التساهل والتراخي والهزل وضيع الأوقات دون فائدة، لكن كما ترون الأعمار تنقضي والإنسان ما عمل شيء.